بالسادق محامي سليم الرياحي، مرحبا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. هل هي اذا نحكي اليوم على استقاله رسميه لسليم الرياحي من النادي الافريقي؟ هكا تحسب انت سي ابو بكر؟ هذه تبع سي طيب نتمع تبع. هذه تحقيق، هذه استقاله قانونيه بكل مجرياتها، سيتم اعلام الجهات الاداريه والقانونيه بالاستقاله هذه، وهي نهائية وغير قابلة للتراجع. غير قابلة للتراجع. ما هي أسباب الاستقالة؟ شرحها هو في الـ في الـ في الـ نحب نسمعوا منك سي طيب. أسباب قاهرة. ما معنى أسباب قاهرة؟ هو ذكرها في الاستقالة نتاعها. هذيك هي الأسباب. هي أسباب قاهرة، معناش أسباب الأسباب. هو هل هي اسباب ماديه مثلا؟ ما نجمش انا نفسر استقاله معناها صادره على رئيس نادي، عللها هو باسباب خاصه وقهر. لا، انت موجود معنا اليوم محامي وذولي مطلع على كل المعطيات، وذولي مكلف ايضا بالحديث في ملف الاستقاله هذا. لا مانيش مكلف بالحديث، انا فقط اشرفت على العمليه القانونيه نتاع الاستقاله فقط لا غير. وبالنسبة للأسباب والمسببات توا معناها مع الوقت توا معناها هو يصرح بالأسباب هذه. توا حاليا البلاغ ملم بجميع النقاط الخاصة بتسبيب هذه الاستقالة. عندنا بيان ما يلم بحتى شيء راسي طيب الصادق، معناها ما غير ملم ب ما عطاش الأسباب اللي فيهم لاعبية في النادي الإفريقي في إضراب، مش خالصين، ما يعرفوش شنو هو المصير نتاعهم. لا، بالنسبة للتفاصيل هذه سي هشام الباجي غدوة إن شاء الله باش يكون ليه ممكن نقطة إعلامية باش يوضح فيها كل التفاصيل هذه، وخاصة بالنسبة للاعبين والمستحقات، لأن في ثم برشا مغالطات في العملية هذه. هو ملم بتفاصيلها. أنا بالنسبة لي معناها نقتصر على الجانب القانوني. في الجانب القانوني اللي يقول هي استقالة لا رجعة فيها. هي استقالة لا رجعة فيها. باهي سي طيب الصادق، ما هيش هروب من المسؤولية نتاع النادي الإفريقي أو عاد ما هربش من المسؤولية وقت معناها كل الصياط معناها كانت على ظهرها في المدة الأخيرة، وانت ما تعرفوا معناها ماكش يحب الباجي قايد سبسي عيط ويلحلح فيه مثلا ولا كذا، نحبوا نفهموا معناها. كنا في يوم واحد نسمعوا بجوز أخبار معناها عن قضايا أو إجراءات ضد سليم الرياحي. بارك الله فيك، نشكرك برشا سي طيب الصادق محامي سليم الرياحي اللي يقول انه استقال رسميا ودون رجعه.